حقق عقيدتك أولا حتى تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف عقيدتك. وأنا أقول لك ما أكثر من رأيناهم من الذين يدعون أنهم يدعون إلى الله رب العالمين ولهم جهد كبير ظاهر في مسألة الدعوة إلى الله، وإذا سألنا الواحد من هؤلاء فقلنا له ما هي عقيدتك في القضاء والقدر؟ لا يعرف شيئا. إذا قلنا له ما هي عقيدتك فيما يتعلق بأسماء الرب الجليل وصفاته؟ لا يعرف شيئا. إذا قلنا له ما هي عقيدتك في الإيمان؟ إما أن تجده خارجيا وإما أن تجده مرجئيا. لا يعرف شيئا. فما الذي يعرفه؟ إذا قلنا له ما عقيدتك في القرآن؟ حتى إن واحدا ممن يشار إليه بالبنان وهو كبير كبراء علماء المسلمين كما يقال القرضاوي تعرفون، الرجل يقول إن الروافض ليس بيننا وبينهم كبير خلاف، الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف هين يسير، ما هو يا مولانا؟ قال يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ناقص يعني شوي، لا ولاء ولا براء، يمدح بابا الفاتيكان الهالك يوحنا بولس بما لم يمدح به العز بن عبد السلام. يعني عندما تسمع ولا تعرف عمن يتكلم تقول يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن العز بن عبد السلام، عن واحد من الصحابة، ويقول نسأل الله أن يرحمه كفاء ما قدم لأمته. هذه عقيدة. يقول إن الله تبارك وتعالى لو دخل الانتخابات لم يحصل فيه الانتخابات على 99.9% التي يحصل عليها الذين تزور لهم الانتخابات، الله يدخل الانتخابات؟ أين العقيدة؟ الرجل يكون ممن يشار إليه بالبنان وهو جاهل لا يفهم شيئا في دين الله. انتعك من شقشقة اللسان والكلام، أهم شيء اعتقادك، لأن المرأة إذا لقي ربه مشركا لن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله أن يعلمنا عقيدتنا وديننا وأن يحسن ختامنا وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.